اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا فيها حاجه حلوه. حلقه النهارده هيكون معانا فيها الشيف داليا عادل اللي هتقول لنا تعمل لنا اكله حلوه قوي النهارده. اهلا بيك يا شيف. اهلا بيك يا ساره. تعمل لنا ايه النهارده؟ هنعمل بقى النهارده الكبده الاسكندراني والسجق الشرقي، اكل العربيات بقى بتاع الشارع بقى. عشان نخف شويه من اكل الشارع. هيكون معانا كمان بقيه الحلقه، هيكون فيها الحلقه بتتكلم عن الحسد، وهيكون معانا فضيله المفتي محمد حسن ابو مسلم هيكلمنا ازاي ان احنا نتقي موضوع الحسد ده، وهيكون معانا الفقره الثانيه مهندس الكترونيات احمد شاكر واللي هيكلمنا برضو عن ازاي نقدر نشتري الاجهزه الالكترونيه. تابعونا، خليكم معايا بعد الفاصل. بصوا بقى، اول حاجه هنعملها الكبده الاسكندراني بتاعت عربيات الشارع بقى اللي ريحتها بتبقى قلبه الدنيا دي. معايا حوالي نص كيلو كبده عصافيري متقطعه كده، ومعايا ثوم مفروم، ومعايا فلفل اخضر كده رومي بقى او حراق اللي احنا بنحبه، ومعايا عصير ليمون والتوابل فلفل اسود كمون ملح مرقه دجاج لو تحبوا. اول حاجه هنعملها طاسه كده تكون سخنه جدا على النار، وهننزل بالثوم. دلوقتي بعد ما حطيت الثوم هنزل بقى بالكبده. لازم تنزل على نار عاليه. هننزل بقى دلوقتي بعد ما حطينا الكبده هنزل بقى بالتوابل، فلفل اسود، كمون. الكبدة بتحب الكمون، يعني كتروا في الكمون. وأحط الملح. وأحط شوية كده من المرقة. أقلبها برضو. لازم تبقى على نار عالية علشان ما تنزلش السوائل اللي فيها وتبقى طعمها مش حلو. هنعمل بقى السجق. ماشي. بصوا دلوقتي بقى انا بفضل اقلب فيها كده على نار عاليه علشان ما تنزلش السوائل اللي فيها وتبقى طعمها مش حلو. هنزل بقى دلوقتي بالفلفل. اقلب طبعا فلفل رومي، فلفل حراق، اي حاجه. فيها فوائد طبعا كتيره جدا ومفيده جدا للاطفال، وطبعا الاطفال بتحبها، يعني ريحتها بتبقى قلب الشارع. هنزود بقى حط فلفل. هفضل اقلب بقى كده من الحاجات السهلة جدا والمفيدة جدا والسريعة اللي ما بتاخدش وقت خالص خالص. تاخد بس 10 دقايق على النار عشان ما تبقاش عاملة زي الكاوتش، لان هي لو استوت زيادة بتقلب كده بتبقى ناشفة وبتبقى مش حلوة خالص. الريحة طالعة بقى، مش قادرة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي. اخر حاجة بقى نحطها الليمون. قبل ما ندفي على طول نحط كده عصرة ليمون.
بتتقدم بقى طبعا مع عيش بلدي مع جرجير، تعمل سندوتشات اللي احنا نحبه بقى نعمله. طبعا دي بقى على حسب بقى اختياركم يعني، مع عيش بلدي بقى كده بتبقى تحفة. بصوا سهلة ازاي، ما خدتش وقت ولا خدت مجهود ولا مكونات كتير، وحاجات كلها موجودة في البيت يعني. خلاص هنطفي بقى عليها وهنقدم. دلوقتي بقى خلاص عملنا الكبدة بقى، نخش على السجق. طبعا من اكل الشارع برضو الاطفال بيحبوه جدا جدا، واحنا بنبقى مش ضامنين طبعا مستورد بقى ولا جايبينه منين، مش ضامنين النظافة ولا الجودة ولا اي حاجة، فهنعمله في البيت برضو سهل جدا، ولا بياخد وقت ولا مجهود ولا بياخد اي حاجة. معايا نص كيلو سجق، معايا فلفل الوان شرايح كده، معايا توم، معايا بصل شرايح برضو، معايا طماطم شرايح، وبرضو التوابل هي هي، لو عايزين تضيفوا اي توابل بتحبوها ضيفوها، مش عايزين براحتكم. بصوا لو حابين تدوا برضو سلقه للسجق عشان ينزل الدهون اللي فيه ما يبقاش تقيل قوي واحنا بنعمله، اديله سلقه كده في شويه ميه مغليه وخلاص، واشتغلوا بيه بعدين. هنبتدي بقى دلوقتي نعمل بصوا معايا طاسه كده برضو سخنه فيها شويه زيت، وهننزل الاول، اول حاجه هننزل بالبصل. هديله بس تشويحه كده، بصوا اهم حاجه بس يعني السجق والكبدة والحاجات دي تبقوا جايبينها من مكان مضمون انتوا عارفين واثقين فيه، عشان الحاجات دي بتبقى ساعات مش مضمونة يعني، وسهل ان هي تبوظ بسرعة. واي حاجة انتوا عارفين ان الاطفال بيحبوها هاتوها اعملوها في البيت، الحاجة سهلة مش صعبة وما بتاخدش وقت ولا بتاخد اي حاجة. هشوح بقى البصلة كده بسيط، وهنزل بالسجق. هندي للسجق كده تشويحة، زي ما قلت لكم ممكن برضو يتبل ويتشوي على الجريل مع خضار برضو مشوي كده بيبقى لذيذ جدا. هنزل دلوقتي بقى بمعلقة ثوم كده مفروم، تعمل جنبه برضو شوية سلطة الطحينة كده مع عيش فينو بقى مع عيش بلدي اللي تحبوه. هحط بقى دلوقتي التوابل، شوية فلفل اسود، كمون، شوية ملح كده صغيرين، خلوا بالكم عشان هو اصلا بيبقى جواه توابل، وهحط برضو شوية مرقة صغيرين كده، اللي حابب يستغنى عن المرقة يستغنى عنها. هنزل بقى دلوقتي هنزل بالطماطم، وهنزل بالفلفل، فلفل الوان بقى، فلفل رومي، فلفل حامي اللي تحبوه، بس الفلفل الالوان بيديه قيمه غذائيه لانه بيبقى طبعا فيه فوائد كتير وبيبقى شكله حلو، والاطفال بتحب الالوان، بتحب الحاجات اللي فيها الوان كتير دي. هسيبه بقى على النار كده على نار هاديه، هدي عليه النار شويه لحد ما يستوي.
الخضار ده هينزل شويه سوائل كده ويستوي مع بعضه، ممكن نروح قلبينه في طاجن ونحطه في الفرن برده هيبقى تحفه. ممكن نكمل تسويته كده عادي جدا برده هيستوي هيبقى حلو جدا. هياخد في السوا حوالي 10 دقائق ربع ساعه بالكتير قوي ويكون مستوي معانا ويبقى تحفه. هسيبه بقى دلوقتي لحد ما يستوي وارجع اوريه لكم بعد ما يستوي. هنعمل بقى دلوقتي بعد ما خلصنا الحادق هنعمل الحلو معانا، هنعمل جلاش وردات سهل قوي برده من الحاجات. يعني بصوا انا حاول بخلي لكم الحاجات، بجيب لكم الحاجات السهله البسيطه اللي ما فيهاش مكونات كتير عشان ما تاخدش معاكم وقت ولا مجهود. معايا لفه جلاش، معايا سمنه، معايا شربات، معايا بقى اي نوع مكسرات عندكم كده ندهن بيه الوش، بس هنعمل بيه طبق حلو جدا حلو جدا جدا. بصوا بجيب لفه الجلاش اهي وبروح قطعها كده بالطول كده وتحاولوا ايه تقطعوها متساوي، بتبقى بالشكل ده كده. نجيب بقى ورقه ورقه كده، بروح تانيها بتنيها كده واروح لفاها على شكل ورده كده، تتلف بكل سهوله وسهله جدا. بصوا اهي شكل الورد اهي، هعمل واحدة كمان اهي بتنيها كده، مش بدهنها اي سمنة ولا اي زيت خالص غير بعد ما بخلصها خالص، وبرصها في الصينية بتاعتي. بعد كده بروح بقى ايه حط عليها السمنة اهي. نعمل بقى واحدة كمان اهي، الورقة اهي اللي احنا قاطعينها اهي، بروح تانياها كده واروح جايباها كده على اي حاجه قدامي كده كده كده، بروح برموها كده على ايدي خلاص اهي. برص بقى عندي الكميه كلها في الصينيه اللي احنا هنحط فيها. بعد كده بقى بنسقيها بالسمنه، طبعا بياخد كميه سمنه محترمه عشان يطلع معاكم قرمش وطعمه بيبقى تحفه كده. بصوا انا هفضل بقى اعمل كده زي ما وريتكم لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. طبعا نقدر نعمل الجلاش دوت صينيه بيبقى زي البقلاوه بالظبط وبيبقى تحفه، بيبقى حلو جدا وسهل وما بياخدش ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. بصوا يعني نوع كده حلويات بنعمله في 5 دقائق، ممكن نعمله صوابع، بيتعمل باشكال كتيره جدا. طبعا حلو وحادق، الجلاش من الحاجات المنقذه كمان في العزايم، طبعا بيبقى تحفه على السفره، نقدر نعمله بكذا شكل وبكذا طريقه بيبقى حلو قوي. ممكن نعمل منه السمبوسك على فكره، مش شرط لو احنا عايزين نحشينا ممكن نعمله زي السمبوسك كده.